السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتوا بتتفرجوا علينا فيه. يوم جديد وحلقة جديدة وداخل الغية. قبل ما نتكلم في اي حاجة بنحب نشكر الناس كلها وبنحيي الناس كلها اللي بتسر يطمن علينا، اللي بيكتب لنا كلمة حلوة على دماغنا من فوق. ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاة والسلام يا نبي. تنسوش تدعو لاخواتنا في فلسطين، اللهم انصرهم وارحم موتاهم وموتى المسلمين اجمعين، وكل من قال امين. النهارده ان شاء الله في حاجه غريبه كده في قلب الغية، فاحنا حابين اللي احنا نوصلها لاخواتنا. اي حاجه يا جدعان بتدور مع اي حد في غية الحمام وارد ان هي ممكن تعدي عليك في غية الحمام. فاحنا لما بنطلع نعرض اي حاجه بتحصل معانا في قلب الغية عشان خاطر لما تبقى سامعها وتحصل معاك دماغك ما تلفش. دلوقتي في حمام بيموت وفي حمام بيضيع، ايه السبب؟ هتعرفه في قلب الفيديو ده. هنبدأ دلوقتي ايه اللي دار معانا في قلب الغية. الحمام ده كان بيتفتح له من صباحة ربنا، بيتشمس، بياخد حقه في التشميس والدنيا زي الفل، تمام يا عم. طيب دلوقتي جيت في يوم من الايام كده اهو الاسبوع اللي فات ده، لقيتهم وانا بقفل على الحمام، لقيت فرد حمام فيهم نقص وما ينقص من ضمن الحمام اللي هو حمام ايه ثابت وجوده من صغره لغايه ما قفل صمم، وفرد حمام مبرود صح وفرد حمام مستمر. تاني يوم نقص واحد تاني. لما فرد حمام يضيع منك اديك انت عرفت هو ضاع راح في انهي حته، لكن اللي انت تطلع في غيط الحمام دي ما تلاقيش فرد حمام. ده اللي بص اللي بيعفرت الغاوي عشان هو بيفضل فكره طب هو راح فين، طب جه منين، طب عمل ايه القصه دي. طيب عشان ما نطولش عليكم، المهم رحت ايه فرد الحمام نقص وبعديه فرد حمام تاني نقص، كده اتنين نقصوا في يومين. قعدت على السطح كده لقيت الحمام بيكنس كنسه غريبه، مش كنسه حمام جاهز، لان فيهم حمام لسه مفتوح له، حمام بيفك عضله وحمام قافل صممه، ما يكنس الكنسه دي مع الحمام الجاهز. الجاهز بيسمع صفاره، بيسمع خبطه، حاجه معديه حدايه، القصه دي الجاهز هو اللي بيكنس، بس كنستهم كنسه خوف، كنسه خوف. طلعت رحت مأمن على الضهر حتى الحمام اللي لسه مفتوح له ابتدى اللي هو يكنس في وسطه. طيب ركزت كده ايه اللي بيخلي الحمام ده يكنس بالطريقه دي؟ في اللي هي الصقور اللي هي الصغيره بتاعت العصافير دي والحدايات، دول بيتخانقوا مع بعضهم كده، بس الصقور بتيجي اللي هي بتنزل على الحمام، هي بتجري اصلا ورا العصافير بتخطف العصافير، ده اكلهم وبتخطف اليمام. اطار الصقور دي الحمام هايب منها، لان هي مره واثنين وثلاثه اللي هي تحاول تنزل عايزه تخطف اي حاجه من على الضهر، فعشان كده الحمام بيبتدي اللي هو يكنس كنسه خوف. طيب يبقى معنى كده الاولاني والتاني راحوا من الحته دي ما اتاكلوش، هم راحوا اللي هم اتخبطوا واللي حسبته لقيته موجود. طيب عشان ما نطولش عليكم هنقول لك ايه اللي دار، وهنفتح للحمام ده واوريك فرد الحمام رجع لي بعد ثلاث ايام حالته اقسم بالله كان ميؤوس منها، اللي هو عارف انه هطلع تاني يوم هلاقيه اللي هو ميت في قلب الباب، بس اللي هو ريحنا خلاص جه الاولاني. والتاني هنزل لك مقطع كده هتشوفه شخشول الازرق كده وهو ميت كده، لقيته برضو واقع في قلب اللوفت ده وميت. فانت خد بالك من اللقطات دي، خد بالك من الحمام ده، لان انت بتفتح له بيتهوى من صباحة ربنا، ممكن وارد اي حاجه، لان انا شايف الغربان وصقور وحدات والقصه دي، ممكن حمامي يتخبط منك، حمامي وهو بيكنس كده يخبط في شكال، يخبط في جنب، فوارد اي حاجه في قلب الغايه عشان دماغك ما تلفش في قلب غايه الحمام. فاللي بيتم بقيت افتح للحمام ده على ايديا الشخشول الله يرحمه، الحمد لله على اللي بيجيبه، بس ده لو خلاص انت ريحت دماغك عرفت راح فين وجه منين. طب التاني، التاني هو هنتفرج عليه وهنفتح الحمام ده وهنشوف ادائهم دلوقتي بقى عامل ازاي. فابقوا معنا هنرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني يا جدعان، ده اللي هو كان رايح الاولاني السكرته ده، فرد الحمام كان جاي اصلا كتفه مدلدل، قعد له بتاع يومين ثلاثه بره، وبعد كده جه لقيته في قلب ارضيه الغيه مشكورا ليه اللي هو جه بالسلامه. بص الزبله بتاعته كانت عامله ازاي. فابتدى الحمد لله اللي هو يتلف، دينانه طبعا شويه مطهر معوي، فرد الحمام كلف
وهنطمن عليه دلوقتي اللي هو صرف ولا ايه الدنيا، وبعد كده هنشتغل معاه شويه فيتامينات. فرد الحمام ده بيرتاح، لان هو برده لو كان مخبوط في اي حته ولا فرد الحمام برده كان الله اعلم بيه، بس هو مشكورا اللي هو رجع فرد الحمام، فده بيرتاح اساسا ما بفتحش عليه. ده بالنسبه للاولاني رجع الحمد لله. الثاني اقولك برده كده اهو وهو ميت. طيب عشان ما نطولش عليكم هنبدا بقى نفتح الحمام كده مع بعضنا ونشوف ادائهم وصل لغايه فين. كده كلهم طلعوا. يا عم انت بتطير، انت هتمثل. بص ده فين؟ دلوقتي بقيت افتح لهم على ايديا اهو. الحمد لله ابتدى اللي هو يسخن معانا ويبدا اللي هو يجهز. طب بالنسبه بقى كده كده مفهومش اللي هو من الصبح يتفتح لهم، لان كل شويه بيبداوا اللي هم يكنسوا. عشان ما تخدلش الحمام بتاعك، في حمام ممكن يتحل منك، في حمام ممكن يتخبط منك، فاحنا على قد ما بنقدر نحاول ان احنا نحافظ على الحمامتين. هم الحمد لله ابتدوا اللي هم يسخنوا، كتفهم فات شمسوا، خدوا المستحميات بتاعتهم اللي هي في التشت دي برضو، ايه شويه ميه نضاف، شويه ملح، شويه خل، فظبطوا الدنيا كده. بالنسبه للحمام اللي هو عليه الصمم ده، اول ما يقفل صمم اطلع افتح له تحت الشبكه الرمراء، بحيث اللي هو يتهوى تحت الشبكه الرمراء وبرده يتشمس منه برده ايه تحت الشبكه وكده اهو، وادي له المستحمات بتاعتهم عشان خاطر ما اخسرش فرد حمام. تمام، انا بحكي لك كده اللي بيدور ده في قلب الغيه، عشان برضو الغيه دي بيبقى فيها شويه حيره كده، بتحتار طب راح فين، طب جه منين، طب القصه دي. طبعا لسه احنا ما سخناش لسه ولا ادق لهم شواره ولا اي حاجه، احنا بنسيبهم كده شغالين. جو الهوا برضو ده في دماغك دي، والدنيا هوا عنده برضو ما بتفتحلوش، او عايز تفتح له بقى تقلب الطارات دي عشان الطارات دي برضو ما تتقلبش على الحمام وهو واقف على الضهر. دي برضو من ضمن الحاجات برضو اللي بتحصل، لان برضو الاسبوع اللي فات ده كان في برضو تغير، وجيت لقيت الزاويه دي ملفوفه على فردين حمام. انت مش في قلب الغيه، فوارد اي حاجه بتحصل في الغيه وانت مش موجود، لكن انت موجود كده كده كل مثلا ايه ساعه بتطلع لهم، كل نص ساعه بتطلع لهم، فالحمام قدام عينك انت شايفه. طبعا رفعنا الكلفه بقى من قدامهم الايام دي وخلاص، شوية الدرجة لو رجعت تشتغل اهو، وبعد كده اسبوع ولا حاجة نشعرها لهم بشوية خوخ برضه، ينزلوا الشحم والدهون اللي عليها.
واحدة هنا مفروض بيتفتح لهم. سيبهم خالص كده، لسه بعد الشوارة والصفارة، ولسه اللي هو التجهيز بتاعهم، لسه التسخين بتاعهم وحدهم وجريهم، كل ده لسه واحدة واحدة عليه، لأن في حمام هنا فكك عضله حلو قوي، وفي حمام لسه يعني ما فكش عضله، في حمام بقاله فترة مفتوح عليه، ولسه في حمام برضه مستجد. لكن دولت هما اللي اتسابوا، اللي بيجهز كله بيتساب على بعض اهو. فيهم الهندي ده عليه سمم، الاستراليا ده عليه سمم، الاستراليا ده عليه سمم، العبسي ده برضه سمم، في حيلس هنا اللي على الزاويه ده برضه سمم. دولت الحمام اكبر حمام، دولت الحمام اللي كنا جايبينهم الكبار، دولت اكبر حمام فيهم، فبرضه سايبينهم في وسطهم، لان دولت هما من اول الحمام اللي هيتزق برضه الحمام الكبير ده، اللي هما الاتنين الاستراليات دولت، مع العبسي مع الهيلس مع الهندي. في قمر هنا، ده اللي خلص. في هنا ازرق قطيفه الدبوس، فرد الحام رامي صمة وعديله، وعديله العديله رامي الثلاث ريشات مع بعض برضو، يخلصهم يتفتح برضو في وسطهم، لان انا مش هجهز شويه وشويه هزقهم بعد كده هسلقهم في قلبي دولت، لا لغايه ما كلهم يجهزوا كده مره واحده وبعد كده يتزقوا. وادي الباكستاني ده اللي كنت ماسكه اهو، كنا ماسكينه كده اتمشى الكتفين، برده سايبناه في وسطهم ولا انتهى ولا غيره كده على قلب الباب بتاعه كده، طلع ونزل والدنيا زي الفل. وادي بقيتهم اهم، دولت الشويه الصغيرين دولت مقفول عليهم، ده حالة الغية عندنا يا جدعان، والحمد لله ربنا ما بيجيبش حاجة وحشة. بص الغربان، بص الغربان قد ايه مجال، بص امشي بقى اليومين دول بقى بيخزنوا بقى اكلهم، ولا موسم تزاوج، ولا مش عارف سنتهم ايه، غربان وحدات وصقور وكل حاجة. تمام يا رجالة، فانا عشان ما نطولش عليكم كده اهو، حبينا برضو اللي احنا ايه نشارككم كده اللي داير في قلب الغيه، ودي غيتكم وحاجتكم، والحمد لله ربنا ما بيجيبلناش حاجه وحشه. وده الفيديو بتاعنا النهارده، فانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد. كان معكم اخوكم كوتو ادم ابو عمر، والسلام عليكم ورحمه الله، يا احلى ناس في الدنيا.